طبعا مهرجان مصدر يختم فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، ونهدف من خلاله تعزيز مفهوم الاستدامة بين مختلف فئات المجتمع، ونبين لهم أن الاستدامة هي أسلوب حياة من خلال فعاليات ورش عمل عديدة أنشطة اللي بيتضمنها المهرجان. وبيمتد المهرجان على مدى يومين، اليوم مباشر، وندعو الجميع أنهم يزورونا في المهرجان في مدينة مصدر. نرحب فيكم في مهرجان مدينة مصدر، آخر فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة وامتداد لفعاليات الاحتفال بعام زايد الله يرحمه ويغفر له. هذا المهرجان سنة عن سنة قاعد يزيد تفاعل الجمهور وياه، ما شاء الله نجاح كبير وتواجد كبير من جميع فئات المجتمع. مهرجان مدينة مصدر من ضمن مبادرات مصدر أو ضمن مبادرات أسبوع أبوظبي للاستدامة للتفاعل مع فئة الشباب وجذب فئة الشباب والأطفال للاستدامة ولجهود الاستدامة. نفتخر طبعاً لأنه هذا من ضمن إرث الله يرحمه ويغفر له الشيخ زايد، اللي كان دائماً عنده نظرة بعيدة المدى لأهمية الحفاظ على مواردنا الطبيعية والاهتمام بالبيئة والاستدامة والاهتمام بفئة الشباب وتعليم الشباب على أهمية الاستدامة والاهتمام بمواردنا. فهذا المهرجان من عندنا مبادرة صغيرة من ضمن مبادرات مصدر للاهتمام بفئة الشباب.